ناس رايقه ولا في دماغها اي حاجه، بس تعرفي جو كويس في خيمه بتاع زي ما نكون في صحراء. لازم نتعايش مع واقعنا. شنو عايشين؟ في ايه؟ وايه ده؟ في ايه؟ مين اللي ايه ده؟ هو مفيش احساس بالمسؤوليه؟ بقالي عندكم دم؟ هات ال ايه ده؟ في ايه يا ولية؟ واحد ابني مش يمشي بقى سريع. سنة زفت ان شاء الله. فين يا معلم؟ راح اطين عيشته. هتباعه. هو فين؟ شريف، عاجبك اللي انت عملته ده؟ خلي بالك من العيال، وخلي بالك من امي، لان امي ملهاش غيري، ومش هبقى لها غيرك بعد انا ما اموت. امك فين؟ اهلا بالسهل يا ابو سريع. اهلا ولا سهل. ايه عامله السودة اللي عملتها دي؟ انا المهندس شريف المصري، انا ما اقصدش الحقيقه غصب عني. او النبي ما يقصدش خالص. انا المسائل اصلها دخلت على بعضيها، فانا افتكرت رجلين الست بتاعتك هي رجلين الست بتاعتك. يعني ايه؟ مش قادر تميز بين رجل حريمك ورجل حريمي؟ ثم مش جاب لي جاب. طبعا مش جاب لي جاب، ده كلام فارغ. رجلين حريمك ما شاء الله. ما تناقش. مش مساله نقى، احنا بعد كده ننظم مسائل، تبقى انت يوم وانا يوم. لا، انا اموري بقى نظمها زي ما انا عايز وقت ما انا عاوز. براحتك يا معلم، براحتك. انا مش عايزين، احنا استكفينا خلاص الحمد لله. صحيح، على بتخاف ما تختشيش. ايه ده؟ ده بني ادم ده؟ ها؟ انا عمري ما شفت حاجه زي كده. يا نهار ازرق، مش قادر اخد نفسي، ده كان هيموتني. في حاجه؟ لا ما فيش اي حاجه. رجلنا ابو سريع عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بلاش دوشه. حاضر، انت خد راحتك يا سيد ابو سريع، انت خد راحتك خالص. احنا مالكش دعوه بينا، احنا مش مهم. عايز نسيب الخيمة ونمشي، نسيب الخيمة ونمشي. يا جدع بقول لك بطل، بلاش دوشة. حاضر حاضر يا سيدة أبو سريع. رجلنا أبو سريع إيه؟ رجلنا أبو سريع. رجلنا أبو سريع يا أحلى رجلين. رجلنا أبو سريع. مستريح يا معلم؟ أيوه. طيب براحتك.